14 فبراير النهارده ما بقاش في اذهان اولياء الامور عيد الحب قد ما بقى ميعاد مؤتمر وزير التربيه والتعليم اللي بيحدد فيه مصير الترم الثاني وامتحانات الترم الاول. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم عشان يستعرضوا خطه عوده الدراسه. والرئيس وجه بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية مع استئناف الدراسة ومنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لأبنائهم سواء بالحضور أو التعلم عن بعد. كلام عظيم جدا. الدكتور طارق شوقي بقى أعلن مجموعة القرارات. أول حاجة إن امتحانات الثانوية العامة هتبقى إلكترونية بالكامل ومش هتبدأ قبل شهر 7. ثم تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لآخر السنة وهتتعمل مع الثانوية العامة. ثلاثة، لا امتحانات للتلاميذ من كي جي لحد ثالثة ابتدائي، وامتحانات النقل من رابعة ابتدائي لحد تانية إعدادي هتكون مجمعة في يوم واحد، وامتحانات المواد الغير مضافة أو غير المضافة للمجموع هتتأجل لآخر السنة. هيبقى في امتحانات شهرية إلكترونية من المنازل في مارس وإبريل ومايو. من حق أولياء الأمور إن هم يختاروا إعادة السنة الدراسية عن طريق طلب رسمي للإدارة التعليمية، والأسبوع اللي جاي هيتم الكشف عن موعد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وكيفية أدائها. إنتاج المحتوى التعليمي على كافة المنصات من أجل استكمال الدراسة عن بعد، وعودة الدراسة في المدارس الدولية بداية من 20 فبراير، ويكون لهم حرية إقرار نظام الحضور والغياب. الحضور في المدارس العادية هيكون اختياري من غير احتساب الغياب، لكن مع توقيع ولي الأمر إقرار رسمي. أولى ثانوي وتانية ثانوي امتحانات إلكترونية من البيت، والامتحان المصري الاي اس تي هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات. امتحانات الترم الأول هتكون في الفترة من 27 فبراير ل 9 مارس. وأخيرا عودة مجموعات التقوية والحضور بعد 10 مارس. يعني أتمنى أن ده يكون رد على الأسئلة الكتير اللي في بال الناس. وزارة التعليم العالي كشفت عن تفاصيل استئناف العام الدراسي الجامعي بناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اللي خدت قرار بمد أجازة نص السنة أسبوع تاني، وأكدت أنه هيتم استئناف الفصل التاني يوم السبت 27 فبراير بنظام تعليم هجين تم اعتماده مع بدء العام الدراسي. والوزارة قالت هيتم استئناف الامتحانات المؤجلة مع عودة الدراسة طبقا للجداول اللي هتعلنها الكليات والمعاهد، والامتحانات هتتم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.